ايش مش شركة؟ فيستاس. فيستاس كيف عرفت؟ من الفي اللي موجودة. تمام. فاحنا عندنا هون هاي الفي هذا شركة فيستاس تبدأ بحرف الفي من هون. التسعين متر شو حكينا؟ قطر تبعنا. قطر تبعنا. إذا جيت جبت الخط هون تمام. وعندي هون 2 ميجا وات اللي هي الاوتبوت الكتريكال باور، هم معتبرينه هذا تريد مارك يعني علامه تجاريه هذه الطريقه. هذه لها علاقه بسرعه الرياح المتوقعه، وبتتذكروا حكينا عاده راح يعطيك هو رينج من 2 ميجا وات، كل ما توقعت سرعه الرياح تكون اقل وكل ما توقعت سرعه الرياح تكون اعلى بعطيك راديوس اقل، واذا توقعت ان سرعه الرياح تكون اعلى اقل بعطيك راديوس اكبر عشان يعوض، عشان يضل تقريبا عندك 2 ميجا وات الاوتبوت. فاكس اند فيجرز، خلينا نبدا نطلع على البارامترز اللي موجوده في هذا التربان. هاي هي الداتا شيت تبعت الوين تربان. من المهارات المهمه لاي مهندس انه ايش يعرف يعمل، يعرف يفتح داتا شيت ويستخرج منها المعلومات الاساسيه عن هذا البروجرام. خلينا نطلع الداتا شيت. باور ريجوليشن، كيف بعمل ريجوليشن للباور؟ ايش حاطين هون؟ بيتش. شو البيتش اللي بيحكوا عنه؟ هي الانجل، ممكن البيتش انجل. البيتش انجل اللي هي تبعت البليدز، فالبيتش انجل بيتش ريجوليتد في فاسيلتي موجوده في هذا الوينت تيرباين بيقدر يغير الزاويه تبعت هذول البليدز. هذول طبعا الثري بليدز بتغيروا مع بعض بنفس الزاويه، بيبدا بزيرو، لما يكون زيرو البيتش انجل زيرو والرياح تضرب عليها من هون، البيتش انجل هذه زيرو بتاخذ اعلى طاقه من الطاقه الكينيتيك انرجي وبتحولها لطاقه ميكانيكيه. إذا بعدين بدأت سرعة الرياح تزيد عن الريتد سبيد ببدأ بغير الزاوية هاي لحد ما بوصل زاوية حرجة، إيش اسمها كان الزاوية؟ فيذرينج، اسمها الزاوية هاي الزاوية فيذرينج أنجل. لما بوصل هاي الفيذرينج أنجل لحوالي 45 درجة ببطل في أي تأثير للرياح الساقطة على التورك اللي موجود. هاي أشد مرحلة ببدأ، لكن إحنا إذا حكي بتتذكروا دور الموتور لغير اتجاهها صح؟ نعم هذا دور الموتور بكل مكان غير اتجاهها باتجاه اليسار. هلا هو بضل يلف باتجاه معين، بس لما يوصل عند الفيذرنج ببطل فيه تاثير ببطل فيه تاثير للويند على دوران، ببطل فيه تورك عليه. اذا هذول بيتش ريجليتد وذ فيربل سبيد، اذا انا ممكن اغير السرعه، ممكن اتحمل سرعات رياح مختلفه وبعمل البيتش ريجليشن. البيتش ريجليشن في فيديو هلا بركي افرجيكم اياه، بفرجيكم كيف تتغير البيتش انجل في هذا الويند تيربان. الريتد باور 2000 كيلو وات اللي هي نفسها 2 ميجا وات. كات ان ويند سبيد، هي الكات ان ويند سبيد قديش هون في الحاله هاي؟ 4. الكات اوت ويند سبيد 25، الري كات ان ويند سبيد 23. زي اللي حكينا المناقشه اللي حكينا عنها هون، اذا هو لسه سرعته عم بلف بنزل ل 23 برد بيشتغل، بيطلع ل 25 بطفي السيستم، بس اذا راحت سرعته رجعت لزيرو خلص بده يبدا من جديد، يبدا السايكل كلها من جديد. ويند كلاس هذا له علاقه بالتعريف تبع الويند، الاي اي سي اللي هي الانترناشونال الكتروتكنيكال كوميتي، هي بتعمل ستاندردز. الانترناشونال الكتروتكنيكال كوميتي هي المؤسسه العالميه او الهيئه العالميه اللي بتصدر ستاندردز تبعت الكهرباء. اي اي سي ستاندرد اوبريتنج تمبرتشر رينج بيقدر يشتغل من ناقص 25 ل 40. الساوند باور، ليش هاي مهمه الساوند باور؟ المناطق السكنية، إذا في مناطق سكنية لازم نحدد على بعد قديش، على بعد قديش بتكون هاي. إيش الوحدة؟ دي بي اللي هي الديسيبل. الديسيبل اللي هو وحدة قياس الباور الموجودة بالصوت. طبعا في دي بي اي، دي بي اي بتمثل لي كيف تأثيره هذا أو كيف بحس في أذن الإنسان. هون دي بي محطوطة 104، طبعا 104 دي بي تعتبر مرتفعة. إذا أنت جنب 104 دي بي لازم تكون لابس اير ديفندرز للحماية. الروتر دايمتر 90 متر حكينا عنها. السويبت اريا، من وين جابوا السويبت اريا؟ بس 6362 جبنا الراديوس الدايمتر قسمناه على 2 ربعناه وضربناه في باي. اير بريك، اير بريك يعني طريقة كيف أنا بدي أهدي سرعة هذا التيرباين، كيف بدي أخفف سرعته.
فعندي فول بليد فيذرينج. هاي كلمه فيذرينج. الفيذرينج انه انا بضل بلف البليد لحد ما اوصل الفيذرينج انجل. وبعدين في عندنا 3 بيتش سيلندرز. السيلندرز هم اللي بيحركوا هذه البليد من هون.